مشهد غاب عن مدينة عدن لسنوات طويلة. الأمطار أعادت لصهاريج الطويلة وظيفتها في استقبال السيول القادمة من جبل شمسان، ليعود هذا المعلم الأثري متنفسا تفترش على أحجاره العائلات في أجواء من الفرح والبهجة. أول مرة أشوف الماء فيه هكذا، انبسطنا بهذا والمنظر هذا حلو. صهاريج الطويلة أحد أهم معالم المدينة التاريخية والسياحية، لا يمر الزائر لعدن دون الوقوف أمام هذا الصرح الأثري الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل الميلاد. أعتبر هذا المعلم من أهم المعالم في عدن، وتزوره اليوم آلاف، يعني آلاف الناس الذين يقوموا بالزيارة، وخاصة أيام الأمطار الذين تشاهدوا الآن أمامكم الشلالات. تكمن أهمية الصهاريج كخزانات للمياه تحمي مدينة كريتر من سيول الأمطار. حتى الأطفال لم يمنعهم الخوف من الأوبئة المحتملة الاحتفاء بهذه الأمطار، لكن بطريقتهم الخاصة رغم تحول المياه العذبة إلى ملوثة بسبب عدم الصيانة الدورية من قبل القائمين على هذه المنشأة الأثرية. الكثير من المناشدات وجهت للسلطة المحلية للاهتمام الدائم بهذا المعلم ليبقى متنفساً لأبناء المدينة. اللي نطلبه من الحكومة إنها تهتم بهذا المكان، هذا مكان سياح جميل، ممكن كثير من العائلات في عدن تكون لها متنفس. لا يقتصر دور هذا المعلم في استقبال مياه الأمطار فقط، فقد كان في الماضي حاضنا للفعاليات الثقافية والفنية، ويأمل المهتمون عودتها لإحياء هذا المعلم التاريخي كالسابق. أعادت الأمطار الحياة لهذا المعلم التاريخي وجعلته متنفسا يتوافد إليه الكثير من الزوار بعد أن غابت عنهم هذه المناظر لسنوات طويلة. مروى العزاني، قناة بلقيس، من صهاريج الطويلة، عدن.